السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بألف خير. لازلنا في صدد دراسة الوراثة البشرية، فبعدما تطرقنا في الفيديو الأول والثاني إلى طرق دراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية خاصة منها المرضية عند الإنسان، وأيضا دراسة حالة انتقال صفات وراثية غير مرتبطة بالجنس، أي المورثة محمولة على صبغي لا جنسي، وذلك في حالة تنحي في الفيديو الأول وفي حالة سيادة في الفيديو الثاني. سنشرع في هذا الفيديو إن شاء الله في دراسة انتقال صفات مرتبطة بالجنس هذه المرة، أي المورثة محمولة على صبغ جنسي. وهنا لدينا ثلاث حالات، إما أن يكون الحليل الممرض محمولا على الصبغ الجنسي X، وهنا حالتين أيضا، إما أن يكون في حالة تنحي أو حالة سيادة، وإما أن يكون محمولاً على الصبغة الجنسي Y. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنشرع بالحالة الأولى، أي الحليل المسؤول عن المرض محمول على الصبغة الجنسي X وفي حالة تنحي. المستويات المعنية دائماً ثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض وعلوم الرياضية ألف. إذن حالة انتقال أمراض وراثية مرتبطة بالصبغيات الجنسية، أي المورثة المدروسة محمولة على صبغ جنسي إما X أو Y بالنسبة طبعا للإنسان. وسنشرح في دراسة الحالة الأولى في هذا الفيديو إن شاء الله، أي حالة مرض وراثي مرتبط بالصبغ الجنسي X وبحليل متنحي، أي الحليل الممرض محمول على الصبغ الجنسي X وفي حالة تنحي. وسنأخذ كمثال على ذلك شذوذ الدلتونية. شذوذ يعني غير عادي، حالة غير عادية. الدلتونية اختلال في رؤية الألوان، وهنا عدة أنواع. الحالة المعنية هنا هي صعوبة التمييز بين الأحمر والأخضر، وسنعتمد على شجرة نسب عائلة مصابة بهذا الشذوذ كما تلاحظون، بالبنفسجي الحالات المصابة بهذا الشذوذ، وبالأخضر الحالات العادية. من بين الأسئلة التي تطرح في تمارين علم الوراثة البشرية نجد: هل الحليل مسؤول عن هذا الشذوذ سائد أم متنحي؟ علل إجابتك. ففي نظركم هذا الشذوذ هل هو سائد أم متنحي؟ تلاحظوا هنا لدينا أبوين سليمين وأنجب ابنا مصابا. إذا في نظركم هل الحليل مسؤول عن هذا الشذوذ في حالة تنحي أم سيادة؟ طبعا في حالة تنحي. لماذا؟ لأن الأبوين هنا يتوفران على الحليل المسؤول عن هذا الشذوذ بما أنهما أنجبا ابنا مصابا، لكن لم يعبر عندهما. الذي عبر هو الحليل العادي، وبالتالي الحليل العادي هو السائد، والحليل المسبب لهذا الشذوذ فهو في حالة تنحي. إذن الحليل المسؤول عن الدلتونية متنحي، وبالتالي سنمنحه لا لاتر دي مينيسكول للتعبير عن هذا الحليل، وذلك لكون الأبوين واحد واحد. قلنا للترميز للأفراد نأخذ رقم الجيل، أرقام الأجيال هنا بالأحمر، ورقم الفرد، إذن واحد واحد وواحد اثنان سليمين، وأنجب الإبن اثنان اثنان مصاب. نرمز للحليل العادي بغونتي بما أنه سائد، هو الذي عبر عند الأبوين. وهنا للتذكير مرة أخرى باستحسان تجنب زواج الأقارب، خاصة بالنسبة للعائلات التي تعاني من بعض الاضطرابات أو الأمراض الوراثية. ففي هذه الحالة يمكن أن يكون الأبوان سليمان، ولكن يمكن أن ينجب حالة مرضية لأنهما حاملان للحليل الممرض. لذا ينصح بتجنب زواج الأقارب، خاصة بالنسبة للعائلات قلنا التي تعاني من أمراض أو شذوذات وراثية. النوع الثاني من الأسئلة الذي يطرح هنا هو تحديد الصبغ المسؤول عن نقل هذا الشذوذ مع تحليل الجواب. ولدينا هنا معطى: إذا علمت أن الفرد 2 3 غير ناقل للدلتونية. غير ناقل أي لا يحمل الحليل المسؤول عن هذا الشذوذ. إذن 2 3 فهو سليم، مظهره سليم، وفي نفس الوقت لا يحمل الحليل المسؤول عن هذا الشذوذ. نعلم أن الحليل في حالة تنحي، يعني يمكن أن يكون حاملا للحليل المتنحي وهو سليم،
ولكن في حالتنا هذه هو سليم وغير حامل للحليل المسؤول عن هذا الشدود، نقول أنه غير ناقل لهذا الشدود. إذن هنا لدينا ثلاث إمكانيات، إما أن يكون الحليل المسؤول عن الشدود محمولا على الصبغ الجنسي X، إما أن يكون محمولا على الصبغ الجنسي Y، وإما أن يكون محمولا على صبغ لا جنسي. إذن لدينا ثلاث احتمالات. إذن نبدأ بافتراض الحالة الأولى، مثلا نفترض أنه محمول على الصبغ الجنسي Y، في نظركم هل ممكن؟ هل يمكن أن يكون محمولا على الصبغ الجنسي Y؟ لدينا هنا أنثى مصابة، إذن طبعا لا، الإناث لا تتوفر على الصبغ الجنسي Y، وبالتالي بما أن لدينا أنثى مصابة، إذن الحليل المسؤول عن هذا الشدود غير محمول على الصبغ الجنسي Y. لدينا مبرر آخر هنا، إن هنا لاحظتم أن الذكور مصابة أكثر من الإناث، ويمكن أن تصادفوا شجرات نسب في بعض التمارين بها فقط الذكور المصابة، وهنا أيضا ليس بالضرورة الحليل الممرض محمول على الصبغ الجنسي Y. في حالة المورثة المحمولة على الصبغ الجنسي Y، إذا كان الأب مصابا جميع الذرية ستكون مصابة، طبعا الذكور، وإذا كان سليما جميع ذرية الذكور ستكون سليمة. نتحدث عن الوراثة أب ابن، يعني بالضرورة الابن يورث ابنه الصبغ Y، وبالتالي يورثه المورثات المحمولة على هذا الصبغ، وبالتالي المظاهر الخارجية المسؤولة عليها هذه المورثات. لاحظوا حالتنا هاته، لدينا ابن مصاب من أب سليم، وبالتالي المورثة غير محمولة على الصبغ Y. تبقت لدينا حالتين، إما محمول على صبغ لا جنسي، وإما المورثة محمولة على الصبغ الجنسي X. لنبدأ بالحالة الأولى، أي الحليل الممرض محمول على صبغ لا جنسي. لاحظوا هنا هذين الزوجين، الأب سليم وغير ناقل للحليل المسبب للشدود، لا يتوفر على هذا الحليل. الأنثى مصابة، علما أن الحليل مسبب للشدود فهو في حالة تنحي. إذن في نظركم كيف سيكون نمطها الوراثي؟ طبعا ستكون متشابهة الاقتران، فتدي فتدي. إذن في نظركم لو كان الحليل المسبب لهذا الشدود محمول على صبغ لا جنسي، ماذا سيكون نمط ذرية هذا الزوج؟ طبعا سيكون مختلف الاقتران، إذن جميع الأبناء سيكونوا مختلفي الاقتران، يعني يتوفرون على الحليل العادي من الأب، لأن الأب لا يتوفر على الحليل المسبب لهذا الشدود، إذن بالضرورة سيتوفرون على غوندي الحليل العادي وهو سائد، بالإضافة إلى الحليل المسبب للشدود من الأم لأنها متشابهة الاقتران، لا تتوفر إلا على الحليل المسبب للشدود، وبالتالي الأبناء كلهم سيكونون مختلفي الاقتران، أي يتوفرون على الحليل العادي كغوندي وهو السائد، ويتوفرون على الحليل المسبب للشدود بتدي. إذن في نظركم كيف سيكون مظهرهم الخارجي؟ هل سيكونون سليمين أم مصابين؟ طبعا سيكونون سليمين باعتبار الحليل العادي سائد. وماذا نلاحظ هنا؟ نجد أن الذكور كلها مصابة، من أم مصابة، هذا يعني أن الحليل المسؤول عن الشدود غير محمول على صبغ لا جنسي. إذن ماذا تبقى؟ تبقى الصبغ الجنسي X. إذن الحليل المسؤول عن هذا الشدود محمول على الصبغ الجنسي X. لنتأكد من ذلك، إذن الأم متشابهة الاقتران، إذن إذا كان محمولاً على الصبغ الجنسي X، أين نمطها الوراثي سيكون X petit d X petit d، متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل petit d، والحليلين معاً محمولين على الصبغين جنسيين X. وبالتالي ماذا ستمنح لذريتها؟ طبعاً ستمنح X petit d، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. لدينا هنا حالة الذكور، إذن في نظركم مادام الحليل محمول على صبغ جنسي X، على كم من حليل سيتوفر كل فرد منهما بالنسبة لهذه الصفة؟ طبعا سيتوفر على حليل واحد، لأن المورثة محمولة على X، وبالتالي Y لا تتوفر على هذه المورثة.
إذن الذكر هنا سيتوفر على حليل واحد وهو ممرض بتي دي، فسيستطيع التعبير وبالتالي سيكون مصابا. وبالتالي الحليل المسبب لهذا الشدود فهو محمول على الصبغ الجنسي X. إذن بما أن هذا الشدود يظهر عند الذكور والإناث، يعني إصابة الإناث أيضا، وأن الأبناء الذكور 3-3 و3-4 مصابون وينحدرون من أب سليم 3-2-3، فالحليل المسؤول عن هذا الشدود غير محمول على الصبغ الجنسي إكغاك. جميع الأبناء الذكور المنحدرون من أم مصابة، هنا كما تلاحظون، مصابون بهذا الشدود رغم كون والدهم 2-3 غير ناقل له. لذلك فإن الحليل المسؤول عن هذا الشدود غير محمول على صبغ لا جنسي، فهو إذن محمول على الصبغ الجنسي X. سؤال آخر يصادف في هذا النوع من التمارين: اعطي الأنماط الوراثية للأفراد باستعمال الرمزين Petit D و Grand D. إذن نبدأ بالفرد واحد 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 واحد. إذن ماذا تلاحظون؟ لدينا أنثى وهي سليمة وأنجبت ابنا مصابا. إذن في نظركم كيف ستكون من حيث النمط الوراثي؟ طبعا ستتوفر على الحليل العادي لأنه عبر وهو سائد، إذن Grand D، وستتوفر على الحليل المسبب للشدود Petit D وهو في حالة تنحي لأنه ظهر عند ابنها، والحليلين معا سيكونان محمولين على الصبغيين الجنسيين X. إذن X X، إذن X Grand D X Petit D، X Grand D و X Petit D، إذن فهي مختلفة الاقتران. لاحظوا الأب 1-2-1-2، إذن هو ذكر سليم، ذكر سليم أي يتوفر على حليل Grand D. وبما أن المورثة محمولة على الصبغ الجنسي X، إذن نمطه الوراثي سيكون X Grand D Y، سيتوفر على حليل واحد بالنسبة لهذه الصفة لأن المورثة محمولة على الصبغة الجنسي X. الحالة الثالثة 2-2-2-2، إذن هنا ذكر مصاب، ذكر مصاب أي يتوفر على الحليل المسبب للاضطراب وهو Petit D. بما أنه ذكر إذن النمط الوراثي سيكون X Petit D Y. ولاحظوا هنا رغم كون الحليل مسبب للاضطراب في حالة تنحي ولكن يوجد بمفرده، إذن لا يوجد معه الحليل العادي، لذا فهو يعبر وبالتالي الذكر يكون مصابا. لذا لاحظتم سابقا إذا كانت الأم مصابة، هنا كما تلاحظون بالضرورة أبناؤها الذكور سيتلقون X Petit D وبالتالي سيكونون مصابين. الحالة الرابعة 2-4، إذن أنثى مصابة، بما أن الحليل المسبب للاضطراب في حالة تنحي، إذن لكي تكون مصابة بالضرورة ستكون متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل المسبب للاضطراب. إذن بالضرورة X Petit D X Petit D، فهي إذن متشابهة الاقتران. انتباه هنا، إذن ممكن مثلا هذا السؤال يطلب منا في بعض التمارين التعرف على الأنماط الوراثية من خلال وثائق من هذا النوع وهي نتائج الهجرة الكهربائية للحليلات والتي تعرفنا عليها في الفيديو الأول كوسيلة لدراسة انتقال الصفات الوراثية عند الإنسان. تلاحظوا في هذا المثال مثلا لدينا الأنثى 1-1، الأنثى 1-1، تلاحظوا كم لديها من حليل، لدينا هنا la présence d'un seul allèle، يعني تواجد حليل واحد، إذا لدينا حليل واحد وهذا الحليل هو يتواجد في موقع الحليل العادي l'allèle normal، إذا فهي تتوفر على الحليل العادي. وفي نفس الوقت لديها حليل آخر، لاحظوا هنا يتموضع في مكان تموضع الحليل الغير العادي l'allèle anormal، إذا وبالتالي فهي تتوفر على حليل غير عادي وحليل عادي، فهي إذن مختلفة الاقتران. لاحظوا هنا X Grand D X Petit D،
ومن هنا أيضا يمكن أن نتعرف على موقع تواجد الحليل، هل هو صبغي جنسي أم لا جنسي، وإذا كان جنسيا هل هو إكس أم إيكغيك. من خلال ملاحظة الذكور، نتائج الذكور، لاحظوا هنا الذكر واحد اثنان، واحد اثنان، لاحظوا لديه حليل واحد، وأين يتموضع؟ في مكان تموضع الحليل العادي، فهو يتوفر إذن على نسخة واحدة لهذه المورثة، وهو حليل عادي. إذن هنا احتمالين، إما أن يكون محمولا على الصبغ الجنسي X أو الصبغ الجنسي Y، ولكن لاحظنا أن الإناث تتوفر على هذه المورثة والإناث لا تتوفر على Y، إذن بالضرورة هذا الحليل محمول على الصبغ الجنسي X، بما أنه يتوفر على نسخة واحدة لهذه المورثة. وبما أن هذه النسخة أو هذا الحليل عادي، فالفرد سيكون عاديا، سيتوفر على X grand T Y، واحد اثنان X grand T Y. حالة أخرى، اثنان اثنان، تلاحظوا هنا يتوفر أيضا على حليل واحد ويتواجد في مكان تموضع الحليل العادي، إذن سيكون X petit T Y، بما أن هذا الحليل محمول على الصبغ الجنسي X. وهنا لاحظوا الحالة الأخيرة اثنان أربعة، لاحظوا هنا presence de deux alleles، تواجد حليلين في نفس الوقت، حليلين في نفس الموقع، الحليل غير عادي، لديها هذه الأنثى حليلين غير عاديين، petit T petit T، وطبعا استنتجنا من قبل أنه محمول على X، لذا فنمطها الوراثي هو X petit T X petit T. لاحظتم هنا بالنسبة للتعرف على الأنماط الوراثية، يمكن أن نستعمل شجرة النسب، كما يمكن أن نلجأ لتحليل الأدن عبر تقنية الهجرة الكهربائية التي فسرت في الفيديو الأول. سؤال آخر يصادف في هذا النوع من التمارين هو تحديد احتمال إنجاب الإبن 3-5 مصاب. ده بالنسبة لهذه السيدة فهي حامل بجنين وتريد أن تعرف حدود إنجاب ابن مصاب وبالتالي حدود إنجاب ابن سليم. في هذه الحالة نلجأ طبعا لشبكة التزاوج، لدينا هنا الأب سليم ونعلم أنه غير ناقل لهذا الشذوذ، أي لا يتوفر على الحليل المسبب لهذا الشذوذ، إضافة إلى أن المورثة المدروسة محمولة على الصبغ الجنسي X. في نظركم ماذا سيكون نمطه الوراثي؟ طبعا X grand T Y. طب في نظركم كم من نوع من الأمشاش سينتج؟ طبعا نوعان X و Y، X حامل لـ grand T و Y غير حامل لهذه المورثة. وبالنسبة لهذه الأنثى فهي مصابة والحليل المسؤول عن الشذوذ فهو متنحي، إذا بالضرورة ماذا سيكون نمطها الوراثي؟ طبعا سيكون متشابه الاقتران X petit T X petit T. طب في نظركم كم من نوع من الأمشاش ستنتج؟ طبعا نوع واحد X petit T. إذن شبكة التزاوج ستكون على هذا النحو، أمشاج الأب يعني الذكرية، أمشاج الأم أي الأنثوية، أمشاج الذكرية قلنا بصنفين X grand T و Y لأن الأب هنا ذكر، والحدود نفس الحدود 1 على 2 1 على 2. بالنسبة للأمشاج الأنثوية أمشاج الأم نوع واحد X petit T. الاحتمال الأول للإخصاب هو التقاء X grand T مع X petit T، وبالتالي النمط الوراثي سيكون X grand T X petit T. إذن ستكون أنثى XX، وفي نظركم ستكون عادية أم مصابة؟ طبعا عادية لأنها تتوفر على grand T وهو حليل عادي سائد. النمط الوراثي لهذه الأنثى سيكون grand T أي حالة سليمة، بحدود 1 على 2 في 1 1 على 2. الاحتمال الثاني للإخصاب هو Y مع X petit D. في هذه الحالة سنحصل على X petit D Y، إذن الجنس سيكون ذكر وحامل للحليل المسبب للشذوذ، وإن كان في حالة تنحي فهو سيعبر لأن هذه المورثة توجد في نسخة واحدة، فهو لا يتوفر على grand T الحليل العادي، وبالتالي petit D سيعبر، وبالتالي الذكر هنا سيكون مصابا. وبالتالي حدود إنجاب ابن مصاب 3-5،
من طرف هذا الزوج الأب سليم وغير ناقل للشذوذ، والأم مصابة أي متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل المسبب للشذوذ، هو كون الذكور كلهم ستكون مصابة والإناث كلهن ستكون ناقلات للشذوذ ولكن سليمات من ناحية المظهر، سليمات ولكن حاملات للحليل المسبب للشذوذ، أي يمكن أن تنقلنه لأبنائهن بحدود 1:2 أيضا. إذن النتائج المحصل عليها: الذكور ستكون مصابة بالشذوذ بحدود 1:2، والإناث ستكون عادية حدود أيضا 1:2. إذن احتمال إنجاب الابن 3-5 مصاب هو 1:2. طبعا إذا كان ذكرا سيكون مصابا، إذا كانت أنثى ستكون بمظهر سليم ولكن ناقلة للشذوذ. إذن في حالة مرض وراثي مرتبط باستبغة الجنسي إكس وبحليل متنحي، تكون الأمهات مختلفات الاقتران ناقلات لهذا الحليل، أي سليمات من حيث المظهر ولكن حاملات للحليل المسبب للشذوذ بواسطة أحد صبغييها الجنسيين إكس. عند تلقي الطفل الذكر صبغي إكس حاملا للمرض أي الحليل الممرض أو الحليل المسبب للشذوذ من أمه، يكون حتما مصابا بالمرض لأنه لا يتوفر على حليل مماثل لهذه الموارثة على الصبغة إكراد. لا تصاب الأنثى إلا في حالة تلقيها لصبغيي إكس، كل منهما يحمل الحليل الممرض، أي بالضرورة ستكون متشابهة الاقتران لكي تكون مصابة لأن الحليل في حالة تنحي. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يكون الكل واضحا، وإلى اللقاء.